تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، صبحكم الله بالخير والنور والعافية وصباح التفاؤل وصباح السعادة، ويومكم مستمعينا الأعزاء إن شاء الله مليء بالنشاط والطاقة الإيجابية. دائما مستمعينا الأعزاء، الشعور بالسعادة والتفاؤل يعكس دائما آثار إيجابية على صحة الإنسان. أرحب بكم مستمعينا الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. نرحب بفريق عملنا المبدع اليوم، فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأستاذ أحمد سلام، ومخرجين المبدعين الأستاذ نمر محمد وأيضا الأستاذ سعيد المر، وأنا محدثكم عبد الله جمعة. وأيضا أرحب بأختي العزيزة آمنة العلي، صباح الخير. أهلا فيك هوي عبد الله، صباح النور والسرور. وأيضا مستمعين الأعزاء، ومن خلال برنامج صحة وسعادة نرحب بتواصلكم معنا على الأرقام 600-551-1414، وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ومثل ما عودناكم دائما قبل لا نستعرض فقرات برنامجنا هذا اليوم، أيضا نحب نذكر بكيفية الحجز والتسجيل للقاح كوفيد-19، وذلك من خلال تطبيق هيئة الصحة بدبي DHA أو عن طريق مركز الاتصال الموحد بهيئة الصحة بدبي والرقم المجاني 8342. ودائما نقول التطعيم أمان واطمئنان. نستعرض فقرات برنامجنا هذا اليوم مستمعين الأعزاء، ومثل ما عودناكم دائما فقرة الأخبار المحلية والعالمية، واليوم عندنا خبر تحت عنوان عدسات لاصقة ذكية تكتشف أمراض العيون، والأخت آمنة العلي طبعا عندها تفاصيل هذا الخبر قريبا. فقرة السوشيال ميديا ومستجدات السوشيال ميديا وأهم المتداول فيها على صفحات هيئة الصحة بدبي، وفقرات وفقرة التقنيات اليوم تحت عنوان جهاز الأشعة المقطعية ثنائي الطاقة، وبيكون أيضا معنا في الفقرة هاي دكتور ظافر خنجي أخصائي أشعة بمستشفى دبي، وبنستعرض معاه أكثر عن هاي الخدمة. مصطلحنا الطبي لهذا اليوم خلل التعرق، وفقرة التغذية أسباب عدم نزول الوزن، وأيضا آخر فقرة من فقراتنا اليوم فقرة مستجدات كوفيد-19 والإجراءات الاحترازية عند الذهاب للمطاعم وفي أيضا المناسبات الاجتماعية. هاي كلها فقرات برنامجنا للمستمعين الأعزاء، ودائما نرحب بتواصلكم عفوا على الأرقام 600-551-1414، وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صباح الخير أختي آمنة. اهلا اخوي عبد الله، صباح النور. الله يحييك. وناخذ اليوم الخبر هذا، عدسات لاصقه ذكيه تكتشف امراض العيون. طبعا ابتكر فريق بحثي من عده دول عدسات لاصقه ذكيه مجهزه بوحده استشعار رقيقه على سطحها، مما يتيح لها امكانيه اداء مهام متعدده. وافادت الدوريه العلميه ماتر بان فريقا من المهندسين بجامعه ساري البريطانيه بالتعاون مع شركاء من جورج واشنطن وهارفارد بالولايات المتحدة وجامعة شيجنغ وجامعة العلوم والتكنولوجيا في الصين والمختبر الوطني للفيزياء في بريطانيا، نجحوا في تطوير العدسات الجديدة بفضل سبق علمي في مجال تكنولوجيا تصنيع وحدات الاستشعار. وتحتوي العدسات الجديدة على وحدة استشعار ضوئي لتلقي المعلومات البصرية وجهاز لقياس الحرارة من أجل اكتشاف أمراض العين، ووحدة لقياس الجلوكوز لمراقبة نسبته في الدموع. وقال الباحث شيكي جوا من جامعة هارفارد إن العدسات الجديدة تختلف عن نظيراتها المستخدمة حاليا، حيث أن وحدة الاستشعار الرقيقة التي تم ابتكارها يمكن تركيبها على عدسات تصحيح الرؤية، ويمكنها أن تتفاعل بشكل مباشر مع الدموع وإجراء القياسات الحيوية المختلفة دون أي تأثير على كفاءة الإبصار. وأكد فريق الدراسة
أن وحدة الاستشعار التي تثبت على العدسات اللاصقة يمكن استخدامها لمتابعة الحالة الصحية وتشخيص الأمراض في المستقبل. وطبعا أخي عبد الله مثل ما نقول العلم في تطور مستمر، وحتى صحيح. فيما يخص العدسات اللاصقة وأمراض العيون يظل العلم في تطور دائم، وهي عدسات صراحة عدسات ذكية صحيح. وجديدة، نتمنى أن تبصر النور على أرض الواقع. نعم، وننتقل أختي آمنة من فقرة عدسات لاصقة إلى فقرة السوشيال ميديا ومستجدات السوشيال ميديا وأهم المتداول فيها على صفحات هيئة الصحة بدبي مع زميلتنا الأخت أسماء الجناحي. صباح الخير أختي أسماء. صبحكم الله بالنور والسرور أخوي عبد الله، عليكم وعلى كل المستمعين وعلى الآمنة وعلى كل المستمعين والعاملين في دبي. الله يصبحك إن شاء الله بالنور والسعادة. ناخذ جولة في قنوات التواصل الاجتماعي ومع الصوت شوي، هذا يعني ياس لابتة كمامي اليوم، صوتك صراحة ممتاز. إذن أوكي واضح. من تغريدات اللي لاقت تفاعل كبير في قنوات التواصل الاجتماعي خلال 24 ساعة الماضية كانت تغريدة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، يقول فيها: في سبتمبر 2019 أعلننا أننا سننشر نتائج تعادة المتعاملين وموظفين حكومة دبي في 18 يناير من كل عام. اليوم اعتمدنا النتائج وهي مبشرة بالرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا عالميا، حيث بلغ متوسط سعادة المتعاملين مع حكومة دبي 84 ومتوسط سعادة الموظفين في حكومة دبي 89%. نبارك لأفضل ثلاث جهات في سعادة الموظفين وهي مركز دبي الإحصاء والقيادة العامة وشرطة دبي والنيابة العامة. فينا جاءت القيادة العامة وشرطة دبي في المركز الأول في سعادة المتعاملين، وهيئة الطرق والمواصلات وهيئة الصحة بدبي المركز الثاني والثالث على التوالي عن فئة سعادة المتعاملين. فنبارك الهيئة ونبارك الجميع ونشكر متعاملينا على الثقة الكبيرة اللي يقدموها، وهذا كله بفضل سعادتهم وأيضا ردود فعلهم الإيجابية لخدماتنا. وهذا أسمى طبعا بفضل الجهود البارزة اللي قاموا بها العاملين في هيئة الصحة في دبي. سعادة المتعاملين من سعادتنا نحن كموظفين أيضا في هيئة الصحة في دبي، صراحة الخبر أسعدنا جدا، ونحن سعيدين بثقة المتعاملين دائما. صحيح صحيح. ونحن موجودين خدمتهم مو بس في القنوات الرسمية، أيضا في قنوات التواصل الاجتماعي سواء القنوات الثلاثة الرسمية إنستغرام فيسبوك وتويتر، الرقم المجاني الشات بوت، خدمة الواتساب أيضا موجودة. هناك الكثير من القنوات اللي ممكن للمتعامل أن يوصل الهيئة فيها، وزادت هذه القنوات خلال العام الماضي. أيضا من ضمن الأشياء اللي كانت في قنوات التواصل الاجتماعي نأكد على أن خدمة التطعيم ضد كوفيد 19 في أي من مراكزنا المنتشرة في دبي يستلزم حجز موعد مسبق، وذلك من خلال تطبيق الهيئة DHA ومركز الاتصال الموحد اللي هو 843. جدا مهم أن الواحد يأخذ موعد قبل ما أنه يتوجه لأي مركز المراكز. أيضا أكد على الإجراءات الاحترازية والاحتياطية أن هي جدا مهمة لكل للجميع، حتى لو كانوا ماخذين التطعيم جدا مهم الالتزام بالكمامة والتباعد الجسدي وأيضا غسل اليدين وعدم ملامسة العين والأنف والفم دون غسل اليدين. ودمتم بالصحة وسعادة. دمتي بصحة وسعادة أختي أسماء الجناحي، شكرا جزيلا لك. أختي آمنة أيضا ألف مبروك لهيئة الصحة على هاي النتائج الطيبة الخاصة ب يعني رضا المتعاملين وسعادتهم. طبعا أخوي عبد الله هذا بفضل الجهود الجبارة اللي قاموا بها العاملين في هيئة الصحة في دبي خلال فترة جائحة كوفيد 19. كان هناك عيون ساهرة تسهر صحيح. 24 ساعة لخدمة المتعاملين خلال الجائحة، صراحة جهودهم مشكورة، وهذا أكبر دليل على هذه الجهود واللي هي رضا المتعاملين. نعم ألف مبروك. وناخذ أمن فاصل. نعم. وبعد الفاصل مستمعين الأعزاء عندنا فقرة التقنيات اليوم، وعنوان الفقرة تحت عنوان جهاز الأشعة المقطعية ثنائي الطاقة، وبيكون معنا اليوم الدكتور ظافر خنجي أخصائي أشعة بمستشفى راشد. خلكم ويانا فاصل وراجعين. صحة وسعادة.
مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي، ومن خلال برنامج صحة وسعادة. دائما نرحب بتواصلكم معنا مستمعين الأعزاء على الأرقام 600-551-414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وقبل لا نأخذ فقرة التقنيات، أيضا مستمعين الأعزاء نحب نذكر بكيفية الحجز والتسجيل لأخذ لقاح كوفيد 19، وذلك من خلال تطبيق هيئة الصحة بدبي DHA أو مركز الاتصال الموحد بهيئة الصحة بدبي من خلال الرقم المجاني 800-342. ودائما نقول التطعيم أمان واطمئنان. ننتقل إلى فقرتنا اختيامنا، جهاز الأشعة المقطعية ثنائي الطاقة. وطبعا أخوي عبدالله، مثل ما تعرف أن هيئة الصحة بدبي تحرص بشكل مستمر على استقطاب أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية على مستوى العالم، وتزويد الأقسام الطبية بمستشفياتها بهاي التقنيات اللي تقدم خدمات تشخيصية وعلاجية عالية الجودة. واليوم بيكون معنا عبر الهاتف الدكتور ظافر خنجي، أخصائي أشعة بمستشفى راشد، للحديث عن جهاز الأشعة المقطعية ثنائية الطاقة. صباح الخير دكتور ظافر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم، صبحكم الله بالخير والسرور، سعيد متواجد معكم اليوم، وإن شاء الله نقدم معلومة مفيدة للمستمعين. تسلم دكتور، وإحنا أسعد بتواجدك وشكرا لك على وقتك الثمين اللي منحته البرنامج. يا مرحبا دكتور، صباح الخير. صباح النور، مرحبا بكم. دكتور ظافر، نحن طبعا مثل ما ذكرت الأخت آمنة أن يعني الحقيقة سعداء وفخورين جدا في الخدمات يعني بشكل عام في مستشفى راشد بدبي، وبالأخص قسم الأشعة، يعني التطور الكبير، نقل النوعية اللي وصلتوها الحقيقة يعني في خدماتكم المميزة لمتعاملين هيئة الصحة بدبي. نعم بارك الله فيك. هي طبعا عمرك، هي يعني سياسة موجودة هنا في الهيئة خاصة في أقسام الأشعة، اللي هي نحرص دائما على تحديث الأجهزة بشكل دوري، حتى الأجهزة الموجودة عندنا حاليا هي الأحدث عالميا. نعم، وطبعا دكتور اليوم نحن متواجدين الحديث عن الأشعة المقطعية بشكل عام، لو نعرف المستمعين عنها. طبعا بشكل مختصر، الأشعة المقطعية أو الأشعة الطبقية هي تقنية تصوير تعتمد في الأساس على الأشعة السينية أو أشعة X اللي هو الإكس راي، زائد معالجة الصور هذه عن طريق الكمبيوتر. نسبيا هي مو تقنية جديدة، كونها موجودة من عشرات السنين تقريبا، لكن صار فيها تقدم كبير جدا على مر السنين من ناحية وضوح الصورة ودقة التفاصيل وسرعة الفحص، وأهم شيء تقليل نسب الإشعاع أو جرعة الإشعاع لكل فحص، لأن في النهاية هاي التقنية تستخدم أشعة X وهي أحد مصادر الإشعاع اللي نبغى نقللها قدر الإمكان. لو بغيت أشرح تقريبا فكرة الأشعة المقطعية بشكل مبسط يفهمها المستمع، هي عبارة عن تيوب أو انبوب يطلع أشعة سينية ويتحرك بشكل دائري أو حلزوني حوالين المريض أو الجزء المريض نفحصه، بالتالي ينتج عندنا مسح حجمي للمريض، والصور هاي بتكون ثلاثية الأبعاد وتمكننا من فحص الصور كأنها شرائح بأي مستوى. طبعا هذا على مستوى تركيب الجهاز الداخلي وطريقة عمله، والمريض ما راح يلاحظ أي حركة في الجهاز. ومع التطور الكبير اللي صار في الجهاز، قدرنا نشوف في الأجيال الحالية صور أدق، معالجة ثلاثية الأبعاد للأعضاء. هذا خلق أفضلية في التشخيص ويجنب المريض تأخير العلاج أو إجراء عمليات غير مجدية، بالذات في أقسام الطوارئ يكون الجهاز سريع جدا ويقدر يستوعب عدد كبير من المرضى، على عكس الرنين المغناطيسي على سبيل المثال. وهني في الأشعة دائما نحن نجدد الأجهزة بشكل دوري، والأجهزة الموجودة هي الأحدث. نعم، وطبعا دكتور احنا اليوم نبي نتكلم عن مميزات الأشعة المقطعية ثنائية الطاقة، اللي اليوم هاي يعني مثل ما قلت دكتور هذا جهاز متطور ودائما قسم الأشعة في تطور مستمر، حابين نعرف المستمعين على مميزات الأشعة المقطعية ثنائية الطاقة. الأشعة المقطعية ثنائية الطاقة أو الطاقة المتعددة هي في الأساس أشعة مقطعية، والمريض ما راح يلاحظ أي فرق في الفحص ولا حتى في شكل الجهاز، لكن الفرق الجوهري أنها تستخدم مصدرين للإشعاع أو الطاقة، واللي يميز هالشيء هو أن الأنسجة في الجسم تتعامل بشكل مختلف مع كل درجة من درجات الطاقة،
هذا يفرق بين أجهزة وأعضاء الجسم بشكل أفضل من الأشعة المقطعية التقليدية. هاي التقنية طبعا مرت على أجيال مختلفة من التحديثات، وفي تقنيات مختلفة حسب الشركة المصنعة، لكن اختصار للوقت أحد أهم التحديات في بداية التقنية هاي كانت جرعة الأشعة والوقت اللي يحتاج الفحص. في أغلبها، أغلب الأجهزة اللي كانت موجودة، يكون الوقت والإشعاع بحدود الضعف مقارنة بالأشعة المقطعية العادية أو التقليدية. وهذا صراحة كان تحدي كبير للدكاترة، خاصة إحنا في قسم الأشعة نحاول قدر الإمكان نتجنب المريض الإشعاع الغير مبرر. وهل خلاهم يتجنبونها في البداية على الرغم من أنها توفر معلومات أكثر من التقنية التقليدية اللي تعرض المرضى لإشعاع أقل؟ مع تطور الأشياء هذه أو الأجيال في الأجهزة ثنائي الطاقة، ظهر عندنا تقنيات محدثة، على سبيل المثال ثنائي الطاقة وثنائي المصدر اللي يستخدم طاقتين مختلفتين من مصدرين مختلفين في نفس الوقت. يعني ما في أي فرق في مدة الفحص مقارنة بالأشعة أو التقنية التقليدية، أو حتى صار أسرع في كثير من الأحيان. ومع التطور المستمر صرنا نشوف نسب إشعاع متساوية أو أقل من الأشعة التقليدية، على الرغم من استخدام مصدرين للإشعاع في الجهاز هذا. طبعا هذا هو الجهاز الجديد، ثنائي الطاقة وثنائي المصدر. نعم، وطبعا دكتور مثل ما قلت، هو التحدي الكبير هي نسبة الإشعاع اللي يتعرض لها المريض، صحيح؟ نعم نعم. تفضل دكتور. فإحنا مع الجهاز هذا اللي هو الإصدارات الجديدة منها اللي هي ثنائي الطاقة وثنائي المصدر، قدرنا نشوف وظيفة بعض الأعضاء، هذا ما كنا نقدر نشوفه بشكل هذا في الجهاز التقليدي. طبعا هذا غير تركيبة أو تكوين الأعضاء، وخلانا نحصل جودة تشخيصية للمرضى من مختلف الأحجام عن طريق تعديل مستويات الطاقة حسب العمر والحجم، بدون ما نأثر على جودة التصوير أو نزيد نسب الأشعة، يعني كأنه مفصل على كل مريض تقريبا. كذلك نقدر نشوف صور مختلفة للمريض من نفس الفحص، من كل مستوى من مستويات الطاقة أو اللي احنا نسميه طيف الأشعة العربي، بدون ما نكرر الفحص. هذا يعطينا تباين مختلف بين الأنسجة حسب درجات أو مستويات الطاقة. أهم ميزات الفحص قدرته على تقليل عدد مرات المسح والإسكان خلال الفحص الواحد في بعض الحالات، وبالتالي بعد تقليل الإشعاع ومدة الفحص. نعم، وطبعا دكتور لكل أشعة فوائد، يعني فوائد هذه الأشعة المقطعية نبي نعرف شو فوائدها التشخيصية اللي يحصل عليها المريض إذا استخدم هذا الجهاز. أنت ذكرت لنا معظم هاي الفوائد اللي هي تقليل الإشعاع، بس إحنا نبي نعرف فوائد تشخيصية. طبعا الطبيب المعالج هو اللي يقدر احتياج المريض للأشعة المقطعية حسب حالته. طبعا طبيب الأشعة يشرف على كل الحالات ويقرر الحالات اللي تحتاج التقنية هاي اللي هي ثنائية الطاقة. مثل ما ذكرت قبل، خواص التقنية الجديدة تخلينا نفرق بين أنسجة الجسم والأنسجة المصابة بشكل أفضل، وبالتالي تشخيص أفضل. إذا أذكر لكم أمثلة مثلا على بعض الحالات اللي ممكن تستفيد من الأشعة هاي، مثلا تصوير القلب بتحديد الشرايين التاجية، كون الفحص سريع جدا وما يتأثر بحركة القلب، ويوفر على المريض إجراءات أو عمليات متقدمة خاصة إذا كانت حالته خفيفة أو خطورتها قليلة. كذلك وظائف القلب ومدى إصابة عضلات القلب والانسدادات. نحن تعودنا نصور وظائف القلب بالتلفزيون اللي هي الموجات الصوتية أو الإيكو. الحين عندنا تقنيات كثيرة تساعدنا على تحديد أفضل فحص حسب كل حالة، سواء كانت أشعة مقطعية، رنين مغناطيسي، طب نووي، أشعة تداخلية أو موجات صوتية. كذلك للمرضى اللي عندهم حصوات في الكلى، نقدر نوصف نوع أو تكوين الحصوات، بالتالي إمكانية علاجهم حسب نوع الحصى، ونجنبهم العمليات أو في حال أن العلاج كان متوفر بالأدوية، أو أن المريض يتبع حمية معينة لتجنب تكرار تكون الحصوات، خاصة إذا الطبيب المعالج ما قدر يحصل على عينة من الحصى للفحص. كذلك شائع جدا مثال آخر، يعني وجود أكياس مائية حميدة في أجزاء الجسم، وبالتالي يعني خاصة مثلا كمثال شائع جدا أن يكون في الكلى، أحيانا تكون الأكياس هاي مشابهة للأورام خاصة إذا صار فيها مضاعفات مثل النزيف. بالجهاز هذا نقدر نفرق بين الورم ومضاعفات الكيس بدون الحاجة لأخذ عينات. نعم. أيضا اللي عنده مثلا إصابة أو التهاب في العظم لأي سبب، الأشعة التقليدية صعب تبين هالشيء إلا في مراحل متقدمة، لكن مع استخدام التقنية هاي نقدر نشوف إصابات نخاع العظم ويراوينا الوذمة أو الاستسقاء في نخاع العظم تقريبا بشكل مشابه لرنين مغناطيسي، واللي ياخذ وقت طويل للفحص مقارنة بالأشعة هاي
وبعض المرضى يتجنبونه بسبب رهاب الأماكن المغلقة أو الكلاستروفوبيا. وبعد لها بالضبط. استخدامات في الدماغ والرئة والشرايين والأورام. طبعا هناك بعد أمثلة أكثر من هاي، بس مو بوقت أذكرها هني لأن فيها تفاصيل طبية دقيقة يمكن ما تهم المستمع. نعم، وطبعا دكتور مثل ما ذكرت أن هذا الجهاز يعني له يعني فوائد يعني على كثير من يعني الأعضاء، وبتسهل على المريض. طبعا أهم شيء دكتور مثل ما ذكرت الوقت ونسبة الإشعاع في هذا الجهاز. نعم، هي في الأساس مثل ما قلنا اللي هي الفوائد التشخيصية، نعم فإحنا بالضبط. نقدر نوصل بتشخيص أدق وأفضل بدون ما نعرض المريض لإشعاع أكثر أو نروح لفحوصات ثانية. نعم، وطبعا دكتور السؤال اللي يعني أكيد يعني المستمع يهمه أنه يعرف هذا الشيء، هل هالجهاز اللي تحدثنا عنه اليوم متوفر في منشآت هيئة الصحة في دبي؟ وإذا كان متوفر بيكون متوفر في أي مستشفى؟ الحمد لله في ظل سياسة الهيئة لتوفير كل جديد، احنا الحين نفخر تنال أفضل الأجهزة في أقسام الأشعة في الهيئة. طبعا هاي في مختلف المستشفيات والمراكز الصحية، سواء في نعم أقسام الأشعة التشخيصية أو حتى الأشعة التداخلية. طبعا الجهاز هذا متوفر في الهيئة وبالتحديد في مستشفى راشد، وبعد عندنا أجهزة مشابهة لكن بتقنيات مختلفة في مختلف المستشفيات. وحتى الأجهزة الأشعة المقطعية التقليدية اللي موجودة عندنا هي من أحدث الإصدارات وتوفر جودة عالية مع نسب إشعاع منخفضة وآمنة. نعم لذلك في ظل سياسة التطوير اللي عندنا توجد خطة لاستبدال الأجهزة التقليدية بأجهزة متعددة الطاقة اللي هي الدول إنرجي في أقسام الطوارئ، وهذا اللي دورها المتزايد في طب الطوارئ والأشعة التشخيصية. نعم أهم طبعا نقطة يمكن إحنا في الهيئة وكادر طبي نسعى دائما لتطبيق أفضل الممارسات، وهذا يتجسد في حصول الهيئة على المركز الثالث لسعادة متعاملي حكومة دبي مثل ما ذكرته قبل شويه، صحيح. على الرغم من صعوبه الحصول على رضا المتعامل في القطاع الطبي بشكل عام. وايضا حصول قسم الاشعه في مستشفى راشد على جائزه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم الله يحفظه صحيح. افضل قسم طبي في مستشفى حكومه على مستوى الدوله. واقول لاي شخص يعني يتوجه لمستشفيات الهيئه ثق تماما بانك تحصل على افضل رعايه، والله يبعد عنكم الامراض ويديم الصحه. نعم الله يبارك فيك دكتور، نحن الحقيقة يعني أيضا سعيدين، وهذا شيء يشرف الجميع، يعني سواء الطاقم الطبي في هيئة الصحة بدبي وكل العاملين الحقيقة على هاي يعني الكفاءة العالية في تقديم خدماته. ومثل ما ذكرت اليوم يعني نهج هيئة الصحة بإيجاد يعني مجتمع صحي وسليم، وهيئة الصحة يعني معنية بأهم شيئين يعني مهمين للإنسان اللي هو صحته وسعادته، ومثل ما ذكرت أن تعمل دائما بجهود كبيرة الحقيقة للحصول إلى سعادة متعاملينها وصحتهم طبعا أهم شيء. دكتور نحن شاكرين لك الحقيقة، دكتور ظافر خنجي أخصائي أشعة بمستشفى راشد، شكرا جزيلا لك وشكرا لوقتك، وأيضا شكر وتقدير لفريق عملك المبدع والخدمات المميزة اللي تقدمونها في مستشفى راشد بشكل عام وبالأخص في قسم الأشعة، وخاصة الجهاز الجديد جهاز الأشعة المقطعية ثنائية الطاقة. شكرا دكتور ظافر. شكرا، مرحبا بك أخوي. ختامنا شو عندنا؟ الصراحة أخوي عبد الله الحين عندنا فاصل، بس إحنا كنا مستمتعين جدا بحديث صحيح. الدكتور ظافر، وفخورين جدا بكل ما يقدمه مستشفى راشد من خدمات متميزة، وسعيدين بنتيجة رضا المتعاملين لهيئة الصحة بدبي. نعم، ناخذ فاصل مستمعينا الأعزاء، وبعد الفاصل فقرتنا اللي دائما احنا نحبها فقرة التغذية، واليوم تحت عنوان أسباب عدم نزول الوزن. فاصل، خلكم مع صحة وسعادة وراجعين. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. ومن خلال برنامج صحة وسعادة نرحب دائما بتواصلكم معنا مستمعين الأعزاء على الأرقام 600-5514-14 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وقبل لا ننتقل لفقرة التغذية نحب أيضا نذكر مستمعين الأعزاء بكيفية
الحجز والتسجيل لأخذ لقاح كوفيد 19 وذلك عبر تطبيق هيئة الصحة بدبي DHA أو مركز الاتصال الموحد بهيئة الصحة من خلال الرقم المجاني 8342. ودائما نقول التطعيم أمان واطمئنان. اختيامنا. نعم طبعا اليوم مثل ما عودناكم فقرة التغذية، الفقرة اللي انتظرها كل يوم بفارغ الصبر. اليوم بتكون معنا الأستاذة ثريا التميمي أخصائية التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي، بتحدثنا عن أسباب عدم نزول الوزن. صباح الخير أستاذة ثريا. صباح النور والسرور أختي آمنة وأخوي عبد الله، وصباحكم جميل مع هالجو الجميل في أجمل شتاء في العالم. صراحة الجو اليوم جميل والحمد لله أن اليوم شوي. اليوم ما بتتكلمون عن الأكل وما بتيوعونا اليوم، لا داشين الحلقة بجد واجتهاد في إنقاص الوزن اليوم، ما شيء أكل ولا شيء زعلتوا علينا يمكن. إن شاء الله اليوم بنتكلم عن موضوع جدا مهم شغل تفكير وحير كثير من فئات المجتمع، وهو عدم نزول الوزن بالرغم من اتباع الحميات أو ممارسة الرياضة. نعم صحيح. اليوم إن شاء الله بنتكلم عن أسباب عدم نزول الوزن، وطبعا تتعدد الأسباب منها غذائية وغير غذائية. الأسباب الغذائية، أول شيء تناول أطعمة عالية في السعرات الحرارية اللي تزيد عن احتياج الشخص اليومي، وبالتالي الزائد منها دائما جسم الإنسان طبيعي الزائد من أي شيء سواء كان من البروتينات أو من الكربوهيدرات اللي يأخذها يحولها أو يخزنها إلى دهون. أيضا تساوي الطاقة المتناولة مع الطاقة المستهلكة، معناته أن نفس السعرات الحرارية اللي أنا أستهلكها مثلا في الرياضة أرد أكل وأعوضها مرة ثانية، فهذا يؤدي إلى عدم نزول الوزن. عندنا أيضا إهمال وجبة أو وجبتين من الوجبات الرئيسية، مثلا في بعض الأشخاص يأخذون وجبة واحدة أو وجبتين بحجة أن نقلل من السعرات الحرارية، هذا طبعا غلط ويؤدي هذا إلى خمول وبطء في عملية الأيض وحرق الدهون. عندنا أيضا سبب مهم جدا اللي هو قلة شرب الماء اللي غافلين عن الناس. طبعا المتعارف أن جسم الإنسان يحتوي على 60 إلى 70% من الماء، والماء مهم جدا في جسم الإنسان، يدخل في تكوين كل خلية من خلايا الجسم، وأيضا يدخل في كل عملية كيميائية وأيضية في الجسم. فأثبتت الدراسات أن شرب الماء الكافي من هذا شرب الماء الكافي بما يعادل تقريبا لتر ونص إلى لترين في اليوم يساعد في تنشيط عملية التمثيل وتكسير الدهون بشكل أسرع وأفضل. في النقطة الثانية أيضا بالنسبة للماء، ساعات الواحد ما يعرف إذا كان هو عطشان أو يوعان، ففي بعض الناس يحسون بالعطش بدال ما يصيرون يشربون يأكلون، وبالتالي تزيد السعرات الحرارية، وفي بعضهم يرون عطشهم أيضا بمشروبات عالية جدا في السكريات، وبالتالي أيضا تزيد السعرات الحرارية المتناولة بالنسبة لهم. في بعض الأشخاص بعد يعتمدون في وجباتهم على الوجبات الخفيفة العالية في السعرات الحرارية، يعني مثلا هاي السعرات الحرارية مثلا يقول أنا ما بتعشى ولا بتغدى ولا بتريك، بس باكل خفايف مثل ما يقولون إحنا نلقط يعني. صحيح. بس المشكلة أن هذه السعرات، هاي الوجبات الخفيفة تكون عالية في السعرات الحرارية وأيضا فقيرة في العناصر الغذائية اللي يحتاجها أيضا الجسم، فتحصل انه يعني بدون قصد انه ياخذ سعرات حراريه اكثر من اللي المفروض انه ياخذه يوميا. عندنا ايضا اتباع الانظمه القليله والمنخفضه في السعرات الحراريه بحجه انه طبعا عشان ينزل وزنه، وايضا الانظمه العشوائيه اللي لا تناسب وزنه ولا تناسب عمره ولا حالته الصحيه، ويكون ماخذنها من اماكن يعني مش من اخصائي تغذيه متمكن، فهذا يساهم في عدم نزول وزنه، وبالتالي في بعض الأنظمة العشوائية الخاطئة ممكن تنزل الماء، والماء أسهل شيء ينزل في الجسم، فيحصل أنه في نتيجة سريعة ولكن في المقابل يرد يزيدها مضاعف. نعم. وأيضا عندنا آخر نقطة اللي هي قلة تناول الأطعمة العالية في الألياف والبروتينات. طبعا معروف الأطعمة العالية في الألياف والبروتينات تساهم في رفع وزيادة عملية الأيض في الجسم. الحين نتطرق على الأسباب الغير غذائية. الأسباب الغير غذائية طبعا اللي هي الوراثة، طبعا إذا كانت السمنة وراثة هاي تلعب دور طبعا في عدم تنزيل الوزن،
وأيضا عندنا الإصابة بأمراض أخرى مثل الأمراض المزمنة مثل السكري والضغط وأيضا مقاومة الإنسولين اللي هو ارتفاع الهرمون الإنسولين في الجسم. وبالنسبة للنساء عندهم تكيس المبايض واضطراب الهرمونات. وأيضا في نقطة مهمة، نقص فيتامين دال وفقر الدم أيضا يساهم في عدم تنزيل الوزن بشكل غير مباشر. عندنا أيضا خمول الغدة الدرقية، طبعا الغدة الدرقية تؤثر بشكل مباشر في عدم نزول الوزن، خصوصا لأن هرموناتها تدخل في عمليات الأيض والتمثيل الغذائي وأيضا تدخل في عملية تمثيل الكربوهيدرات أو السكريات في الجسم. نعم. عندنا نقطة مهمة جدا أختي آمنة وأخوي عبد الله اللي هي قلة النوم اللي غافلين عنها الناس. طبعا مهم جدا للشخص اللي ينام على الأقل من 7 ساعات ونص إلى 8 ساعات في اليوم، حيث أثبتت الدراسات أن قلة النوم تؤثر على بعض الهرمونات ومنها هرمونين مهمين جدا، في هرمون اسمه الجريلين وفي هرمون اسمه اللبتين. هرمون الجريلين هذا يفرزه الجسم في حالة الجوع، يعني يقول لك أن أنت جوعان، يفتح الشهية ويزيد تراكم الدهون. أما الهرمون الثاني بمفعوله عكسي، شي يسوي ينفرز في حالة الشبع، يقول لك أنت خلاص شبعان، المفروض أنك أنت ما تأكل، ويساعد في عملية الحرق. في حالة قلة النوم الهرمون الجريلين يزيد وهرمون الليبتين يقل، وبالتالي حتى نلاحظ إحنا في فترة السهر نحب أن ناكل الأغذية اللي هي عالية في السكريات صحيح. عالية في الدهون، وبالتالي يزيد من السعرات الحرارية وما يزيد وزن أو ما ينقص وزننا. وأيضا مقاومة الإنسولين أيضا تلعب دور كبير أيضا في يعني السهر بعد يزيد مقاومة الإنسولين. نعم كذلك يعني الأستاذة ثريا مثل ما قلتي أسباب لنزول الوزن أسباب عديدة، يعني سواء كانت أسباب غذائية أو غير غذائية، وطبعا نحن استمتعنا بالاستماع لهاي المعلومات، ونحن ننصح جميع المستمعين اللي حابين ينزلون وزنهم أنه أول شيء يلجؤون لأخصائي التغذية مثل ما قلنا دكتورة، لأن أنتوا أنسب الناس اللي ممكن تعرفون ليش وزن هالشخص مو بقاعد ينزل، شو اللي ممكن يأكله، أو ممكن تكون مثل ما ذكرتي أسباب غير غذائية. فطبعا نحن شاكرين لك أستاذة ثريا هاي المعلومات القيمة اللي قدمتيها لنا اليوم، وقتك طبعا ثمين اللي منحتي للبرنامج، شكرا لك أستاذة ثريا. الله يسلمك. الله يسلمك أختي آمنة، شكرا جزيلا. العفو. نعم أختي آمنة مثل ما ذكرتي بأن هاي النقاط اللي تطرقت لها الأستاذة ثريا مهمة جدا، ونحن دائما نقول التوازن في التغذية هو جانب مهم لصحة سليمة. ننتقل إلى فقرتنا الأخيرة أختي آمنة، فقرة مستجدات السوشيال أو مستجدات عفوا كوفيد 19 والإجراءات الاحترازية عند الذهاب للمطاعم وفي المناسبات الاجتماعية. أخوي عبد الله متحمس للسوشيال ميديا على الأخبار الحلوة اللي سمعناها عن الهيئة. صحيح. ولكن بنرجع مع الدكتورة هند العوضي رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي. صباح الخير دكتورة هند. صباح الخير عبد الله، صباح الخير آمنة، صباح الخير لجميع المستمعين. صباح النور والسرور دكتورة هند. دكتورة حابين اليوم نعرف منك الإجراءات الوقائية خلال زيارة المطاعم وفي المناسبات الاجتماعية، لأن مثل ما تعرفين الناس بدأت تحس شوي بالأمان وقامت تزيد روحة المطاعم، وطبعا المناسبات الاجتماعية قاعد ترجع تدريجيا بأعداد يعني معينة، فحابين نعرف منك دكتورة اليوم أكثر عن إجراءاتنا الوقائية خلال زيارة المطاعم. طبعا الحين مثل ما قلتي آمنة الجميع شوية يمكن حس بالراحة زيادة عن اللزوم، وقام يعني يتجاهل إجراءات الاحترازية والوقائية، وقمنا نشوف هاي التصرفات من قبل بعض الناس. لكن أنا أرجع أذكر الناس أن الجائحة ما زالت مستمرة، إحنا ما زال علينا نتبع إجراءاتنا الاحترازية والوقائية بغض النظر عن تصرف الآخرين، عن تصرف بعض أفراد المجتمع، يعني بغض النظر عن تصرفاتهم إحنا ما زال علينا نتبع هاي الإجراءات، وخصوصا إذا إحنا طلعنا في أماكن يكثر فيها تجمع الناس مثل المطاعم. على سبيل المثال إذا حسينا المطعم اللي إحنا رايحين له أو القهوة هذه شوي زحمة، نأجل روحتنا لوقت ثاني يوم ثاني، أو مثلا يعني نقلل من يعني نبعد المسافات بيننا وبين الطاولات الثانية، نطلب مثلا من الشخص اللي قاعدنا أنا أشوف هذا المكان شوي مكتظ بالناس ممكن تختار لي طاولة ثانية أو مكان ثاني.
احنا نعرف انه يعني ارتداء الكمامات اثناء تناولك للوجبات بيكون شوية متعب الموضوع، فعسبتي احنا نحرص انك انت تحافظ على مسافة كافية بينك وبين الاخرين، وخصوصا اذا كانوا الطاولات المجاورة لك. ننصح انكم انتم ما تتشاركون المأكولات، وكل واحد يكتفي بصحن الخاص، ويعني هو حلو انك تطلب يعني مجموعة من الاكلات وتتشارك مع اصدقائك واصحابك، بس في هاي الفترة احنا ننصح ان احنا كل واحد يلتزم بصحن الخاص، مشروبه الخاص، نحافظ على نظافة ايدينا قبل ما نتناول الطعام، بعد ما نتناول الطعام، ونرتدي كماماتنا في الاماكن اللي مثلا بندخل المطعم نكون لابسين كماماتنا، بنطلع من المطعم نلبس كمامنا ونطلع. هاي بعض النصائح اللي احنا يعني ننصح الناس ان يسوونها في المطاعم والمقاهي. وطبعا النصيحه نقدر نحن نقول ان نتاكد من المطعم اللي احنا ذاهبين له، هل المطعم هذا يلتزم بالاجراءات الاحترازيه، هل في تباعد واحنا قاعدين في المطعم. ومثل ما ذكرتي اهم شيء اذا المطعم مزدحم صراحه يعني لنا غنى عنه، لان ما شاء الله المطاعم كثره في دبي، يعني الاختيارات كثيره وعديده، احنا دائما نقدر يعني اذا خاطرنا نجرب هالمكان نرد له في وقت اقل ازدحاما. نذكر الشخص المسؤول في المطعم انه انت ما قاعد تلتزم بالاجراءات الاحترازيه، اذا ممكن شوي يعني تنبه على الاشخاص مثلا على انهم يحافظون على اجراءاتهم الاحترازيه. احنا بعد واجبنا ان احنا نحمي نفسنا ونحمي الاخرين بعد. وطبعا النصيحه الذهبيه الاولى ان انت اذا كنت تعاني من اي اعراض احنا ننصح طبعا ما تطلع لهاي الاماكن، ما تروح، تلتزم منزلك الين ما انت تحس نفسك صرت احسن، وبعدين تخرج لهاي الاماكن. نعم، وطبعا دكتورة من المطاعم والاجراءات الاحترازية فيها حابين نعرف اكثر منك عن المناسبات الاجتماعية بشكل عام، شو هي الاجراءات الاحترازية، شو اللي لازم نذكر المستمعين به؟ طبعا الناس الحين بدأت تاخذ راحتها شوي في المناسبات الاجتماعية، فاحنا اول شيء نذكرهم ان تلتزمون بالاعداد اللي محددينها لكم الجهات المعنية، تحرصون ان انتم تنبهون الاشخاص لما تعزمونهم ان حافظوا على اجراءاتكم الاحترازية. اذا اي واحد فيكم مثلا تعبان او في اي عرض صحي ما فيها اي شيء، اذا مثلا يعتذر يتصل في الشخص يعني يقول اسمح لي انا ما اقدر اي اليوم، ما احس نفسي اني انا بخير. المفروض هاي الامور بدل ما تزعل صاحب العزيمة، المفروض هو يستانس ان هذا الشخص مسؤول ويبي يحافظ على نفسه وعلى الاخرين. بعد كبار السن احنا نعرف انهم بيحضرون هاي المناسبات هذه، فاحنا نحرص ان نذكرهم اولا اذا ما طعمناهم نحرص ان نعطيهم اللقاح هذا المتوفر في دولة الإمارات، سواء كان المتوفر في هيئة الصحة أو المتوفر في وزارة الصحة. أولا هم من ضمن فئاتنا المستهدفة، فإحنا نحرص أن نعطيهم هذا اللقاح. ثانيا نذكرهم باتباعهم لإجراءاتهم الاحترازية، أولا يعني لازم يرتدون كماماتهم بطريقة صحيحة، يحافظون على مسافة كافية بينهم وبين الآخرين، إذا حد يعني يا يسلم عليهم لازم إحنا نتذكر أن إحنا نسلم عليهم من بعيد، نتجنب أن إحنا نحضنهم. إحنا نعرف يعني إحنا كمجتمعنا نحب أن إحنا نحترم كبار السن، نحضنهم، نبوس إيدهم وراسهم وشي، بس في هاي الفترة احنا نذكر الناس ان يعني من دواعي احترامنا وحبنا لكبار السن ان احنا نسلم عليهم من بعيد، نحافظ على مسافة كافية بيننا وبينهم. وطبعا احنا نباهم انهم يجون معانا ويستانسون، لكن بعد احنا واجبنا ان نحافظ على صحتهم وسلامتهم. نعم، وطبعا مثل ما ذكرتي دكتورة كفيتي وفيتي في جانب يعني المناسبات الاجتماعية وجانب اللقاح، انه مهم جدا لكبار السن عسى بنحافظ عليهم حتى اذا لا سمح الله اصابوا بكوفيد ما تكون اعراضهم قوية، يعني ونحافظ عليهم بشكل عام لان احنا ما لنا غنى عنهم. بالضبط، هم البركة وهم الخير، يعني اللي ما ماخذ موعد لحصولهم على اللقاح أنا أنصح الجميع خصوصا فئاتنا المستهدفة الكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، هذول لازم من أوائل الناس اللي لازم يتصلون ويأخذون موعد لحصولهم على اللقاح. نعم، نصيحة أخيرة منك دكتورة هند العوضي تقدمينها للمستمعين في هذا المجال؟
احنا الحين في مرحلة جدا مهمة، احنا ما زلنا مكملين في سيطرتنا على هذه الجائحة. صح يمكن الناس تعبت من كثر ما عدنا وزدنا عليهم الإجراءات، كماماتكم، مسافة كافية، لكن يعني ما زلنا احنا نكافح هذه الجائحة، وان شاء الله يعني بنتجاوز هذه المرحلة. فلا تهملون اتباعكم لإجراءاتكم الاحترازية، واللي يصب تحت الفئات المستهدفة لحصولهم على اللقاح، أنا أنصحهم أنهم يبادرون ويحصلون على هذا اللقاح، لأن اللقاح أحد الوسائل الفعالة في مكافحتنا ضد الجائحة. نعم طبعا. دكتورة هند العوضي رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي في هيئة الصحة بدبي، شاكرين لك تواجدك اليوم معنا ومعلوماتك طبعا اللي أفدتينا فيها، شكرا لك دكتورة. شكرا آمنة، وشكرا عبد الله، وشكرا لحسن استماعكم، دمتم بصحة وسعادة. دمتي بصحة وسعادة دكتورة هند. اليوم اختيامنا توقع الدكتورة هند نسيت المربع الذهبي. دكتورة هند اليوم مركزة على الإجراءات الاحترازية بشكل صحيح. عام أخوي عبد الله، لأن نحن ياسين نشوف الناس تطمن وترتاح وتروح المطاعم لو زحمة، فإحنا دائما ننصح المستمعين أن إذا المكان هذا كان مزدحم أو يعني المطعم هذا شفتوه ممتلئ بالناس، نتمنى منكم أن أنتوا كأشخاص تتحملون هاي المسؤولية وأن تغيرون المطعم، لأن ما شاء الله المطاعم كثرة عندنا في إمارة دبي وفي الإمارات الأخرى، فنتمنى منكم تكونون حريصين أولا على أنفسكم وعلى عائلاتكم، والتزامكم بالإجراءات الاحترازية هي السبيل لحمايتكم من فيروس كوفيد 19. ومثل ما ذكرت اختيامنا دكتورة هند بأن لابد أن الشخص أيضا يكون على دراية كاملة وعلى ثقافة كاملة بخصوص كل الاشتراطات والقوانين والإجراءات الاحترازية يوم بيتجه إلى المطاعم، لأن في بعض الأوقات ممكن صاحب المطعم ما يكون متبع كل الإجراءات الاحترازية، فعلى الشخص اللي ساير أو هذا المطعم مفروض أنه أيضا ينبه إذا شاف أنه في بعض التجاوزات وبعض المخالفات، لابد أنه ينصح صاحب المطعم أنه لابد أنه يتخذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية في المطعم. شو رأيك اختيامنا نذكر مستمعينا الأعزاء بالنسبة للفئات المستهدفة للقاح كوفيد 19 وأيضا الفئات الغير مستهدفة؟ نعم طبعا أخوي عبد الله، مثل ما نعرف أن دبي مدينة دبي بدأت حملة واسعة للتطعيم المجاني ضد كوفيد 19 باستخدام لقاح فايزر بايونتك، ويعتبر طبعا ذوات الأولوية كل من كبار المواطنين وكبار السن من المقيمين فوق 60 سنة ومن لديهم أعراض الأمراض المزمنة وأصحاب الهمم والعاملين في خط الدفاع الأول والمهن الحيوية هم المستهدفين بالدرجة الأولى للتطعيم ضد كوفيد 19 في دبي. وطبعا أيضا أخوي عبد الله الفئات المستثناة للناس اللي يمكن لين الحين ما يعرفون من هم الفئات المستثناة من تطعيم كوفيد 19 واللي هم هناك فئات طبعا اللي هم أولا الحوامل، المرضعات، النساء اللواتي يخططن للحمل خلال الفترة القريبة 3 أشهر من أخذ اللقاح، وكذلك المصابون بأمراض نقص المناعة ومن لديهم حساسية من أي لقاح أو طعام أو دواء أو مادة، وطبعا الأطفال اللي هم دون سن 18 سنة. وطبعا أخوي عبد الله قبل أخذ اللقاح هناك أسئلة سيتم طرحها عليهم، وإن شاء الله نتمنى من الجميع أخذ اللقاح، فهو اللقاح مثل ما قلنا أخوي أمان واطمئنان. نعم اختيامنا وصلنا إلى يعني نهاية فقرتنا لهذا اليوم، وأتمنى إن شاء الله أن الحلقة قدمت لكم أو للمستمعين الأعزاء مادة علمية ومعلومات طبية مفيدة، وهذا هو دائما نهج هيئة الصحة مستمعين الأعزاء نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة. أشكر فريق العمل المبدع معنا اليوم، فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وأيضا في التنسيق والمتابعة الأخ أحمد سلامة، ومخرجين المبدعين الأستاذ نمر محمد وأيضا سعيد المر، وكل الشكر والتقدير للشخص آمنة أبدعتي وما قصرتي، شكرا. شكرا لك. وتقبلوا تحياتي أنا عبد الله جمعة، ودائما دمتم جميعا بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.